اولا حضراتكم ايه المناطق اللي بتشتغلوا فيها؟ احنا عندنا المكان متنوع شويه لان احنا بنشتغل مع شركات قطاع الاعمال كلها. احنا شركه ريل مارك، احنا طبق المسوق اللي بنسوق لشركات قطاع الاعمال كلها. عندنا مشاريع في اكتوبر، عندنا ثلاث مشاريع سكني، وعندنا مشروع فيلات. الاسعار عندنا بتبتدي امتار من 6000 المتر، بتوصل تقريبا ل 8000 او 9000 المتر. التقسيط عندنا بيبقى لمده 7 سنين بالنسبه للمشاريع، وفي عندي حاجات استلام. ده بالنسبه لمنطقه اكتوبر.